أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن نكمل في المحاضرات تبعتنا أو في المحاضرة تبعتنا اللي عنوانها Policy Analysis. آخر المحاضرة اللي فاتت وقفنا عند Document Analysis، اليوم بدنا نكمل إن شاء الله ونخلص المحاضرة هاي. وبالتالي بدنا نبدأ نحكي عن Gathering Data from People، بدنا نبدأ نجمع بيانات. إحنا الدوكيومنتس الورق هذا مفهوم منه، بس جزء اخر من البوليسي اناليسيس انه نحكي مع الناس اللي لهم علاقه في الموضوع وبدنا نسمع منهم بيانات. Talking to actors and undertaking surveys of key stakeholders can provide rich information for policy analysis. اذا في عندنا طريقتين لجمع المعلومات من الناس، اما انه نحكي معهم او نبعثهم سيرفي انهم يعبونا اياها. They help الوسيلتين to gather valid information on the political interest and resources of relevant actors. إذا الوسيلتين سواء حكينا أو عبينا استبانات بيدونا فكرة هل الناس هدول إيش الانترست تبعهم، مستفيدين متضررين، هل بيقدروا يمدونا بريسورسز زي ما حكينا في الستيك هولدر اناليسيس، هل هم مع البوليسي أو ضد البوليسي، or to gather historical and contextual information، أو إن إحنا نجمع معلومات عن تاريخ البوليسي هذه أو عن السياق الانفورميشن إن العلاقة في سياق البوليسي الكونتكست تبعتها، إيش العوامل اللي أدت لظهورها، إيش العوامل اللي أدت لنجاحها أو فشلها أو ما شابه. Surveys are used to generate basic information in relation to stakeholders' perception of a problem. إذا السيرفيز الصحيح السيرفيز مع ستيك هولدرز بالذات اذا كانوا مهمين ممكن تجي له استبانه او رابط استبانه او ما شابه يحطها على الرف ينساها يعملها، زائد انه ما بتدكاش فرصه انه تاخذ وتعطي مع ستيك هولدر، بس برضو لها ميزتها انه ستيك هولدر بيقدر يعبيها في اي وقت مناسب له، بينما لما بدك تعمل انترفيو معاه بدك تحدد ميعاد، يمكن ميعاد فاضي اليوم، فاضي اسبوع هذا، اسبوع هذا لا، ممكن تحدد معاه ويقول لك لا والله اجتني شغله طارئه بعتذر، بنحدد ميعاد جديد. فكل واحده لها ميزتها وعيوبها. اذا بتدينا انفورميشن عن بيرسبشن تبع الستيك هولدر، ايش الوضع تبعه، ايش مفهوم عن البروبلم اللي وصلتنا من نعمل بوليسي معينه، حتى ممكن نعرف البوزيشن تبعه اذا هو موافق الى حد ما او معارض او معارض بشده او سبورتنج بشكل كبير للبوليسي هذه اللي هو their position in relation to a policy. If this information cannot be obtained from documentary sources، طبعا ممكن لو رجعنا وثائق من المؤسس وهذا ممكن ما تعطيناش البيانات هذه والمعلومات هذه انه المؤسسه هذه مع البوليسي هذه او ضدها او ممكن تغير رايها او شيء زي هيك، فممكن هذا نحصل عليه عن طريق السيرفي او عن طريق الانترفيو. طيب من الافضل انه هو نستخدم سيم ستراكشر انترفيو مع الناس هذول. طبعا زي ما حكينا سابقا بدك تحدد ميعاد، بدك تحدد المكان، الزمن قدر الامكان، بدك تكون ملتزم بالزمن هذا والميعاد هذا، لانه اذا راحت عليك الفرصه صعب ان تعوضها، ممكن ما تجيش، ممكن تقعد اسبوع اسبوعين ثلاثه او اكثر او اقل حسب درجه انشغال وحسب حجم الستيك هولدر في المؤسسه تبعته. اذا بدك ميعاد مع وكيل وزاره ولا رئيس البرايمري هيلث كير ولا رئيس المستشفيات الجنرال دايركتور او ما شابه، ممكن الامور تكون صعبه تحدد معاد الجمعة. بالتالي سيم ستراكشر انترفيوز ار جنرالي مور يوزفول ذان سيرفيز. ليش؟ بيكوز ذي اليسيت انفورميشن، اليسيت يعني بيعطونا معلومات اوف ا مور سنسيتيف نيتشر. طبعا ممكن ما يدوكاش معلومات عن سنسيتيف نيتشر، لانه برضه هذول الناس ممكن يكونوا حذرين، يعني ما يدوش معلومات بشكل صريح وبشكل واضح لك. The goal of the interview is to obtain useful and valid data on stakeholders' perception of a given policy issue. طبعا بدنا ناخذ صوره واضحه لانه احنا في الاول وفي الاخر بدنا، هل الهدف هذا انه البوليسي هذا حتلاقي سبورت من مجموعه كبيره من الناس ولا لا؟ وبالتالي لانه كل ما لقت سبورت اكثر كل ما صارت التنفيذ تبعها والاستجابه تبعها اكثر، وبالتالي ممكن الاوتكم تبعتها تكون افضل. لانه كل ما زادت المعيقات لاي بوليسي
كل ما حدت او قللت من النجاعة تبعتها، وانه ممكن هاي تكون مش افكتيف. allow flexibility and fluidity in the interview. انت ما بدك تكونش يعني زي الحجر هيك، انه يعني بدك تكون flexible، بدك تكون مضيق زي ما بنقول في العامية تبعتنا. تعرف كيف تسأل السؤال، تعرف وقتيش تسأل السؤال، تعرف وقتيش تنسحب وتتراجع عن سؤالك او اشي زي هيك. بدك تكون لبق in the interview so that it resembles a conversation، يعني تكون زي محادثة. اديله راس القلم او اديله راس طرف الخيط وخليه هو يقر لك المعلومات اللي عنده. In which the respondent feels sufficiently comfortable to provide a detailed account and to tell their story. طبعا بدك تمهد. انا شخصيا لما بروح اعمل مقابله من دار مين، انت مش عارف ايش، بحاول اعرف اذا هو من دار فلان، بقرب لك فلان، بقرب لك شيء، انت من البلد الفلانيه، طب مين بقرب. خصوصا انه احنا يعني مجتمع مبني على السوشيال نتورك، فهذا بيدي نوع من الاريحيه للشخص هذا اللي انت بتقابله، بيدي نوع من الطمانينه، وبيخليه يدي لك معلومات يعني خلينا نقول باستفاضه. طبعا قدر الامكان بدك تتجنب الاسئله اللي جاوبتها يس او نو. ما تيجي تقول له انت مع او ضد، انت ايش رايك في البوليسي هذه؟ طب لو صارت ايش موقفك منها؟ طب ايش ملاحظاتك عليها؟ بس انت تقول له انت مع او ضد، انا مع ضد، او انا ضد، خلاص نقطه خطر وسطر جديد. قدر الامكان بدنا نتجنب هيك نوع اسئله. نيجي للإليت انترفيوز، الناس الوجهاء، الناس أصحاب المكانة المرموقين. طبعا هنا كل ما كان البوزيشن تبعه أعلى، كل ما كان مسؤول أكثر، كل ما صار صعب أن أنت تحدد ميعاد للمقابلة معه. وبالتالي it poses a special challenge، في تحدي أنك تقابل الناس هذول وتعرف كيف تأخذ منهم المعلومة. ليش؟ ثلاث أسباب. First, it's often difficult to recruit respondents into the study as they may be worry of how the results might be used. طبعا هذه worry بالواو بالاو مش بالاي. الناس هذولا ممكن يكون صعب انك تجذبهم وتستقطبهم انك تعمل مقابل معهم. ليش؟ لانه ممكن يكون شوية مشكك في نتائج البوليسي هذه. Particularly if they are concerned that the analysis may undermine their own policy aims. خصوصا اذا كان البوليسي اناليسيس اللي انت بتعمله يقوض الايمز تبعته او ما يتوافقش مع الجولز تبعته اللي بتخصه هو او بتخص المؤسسه تبعته. سكند، السبب الثاني، اليتس مي نوت هاف سفيشنت تايم فور ان انترفيو. ممكن ما يكونش معاه وقت كافي يقعد معاك. ثاني، ممكن انت تيجي وراه اسبوعين ثلاثه في الاخر يقول لك انا ممكن اقعد معاك ثلث ساعه ونص ساعه. ممكن تلت ساعة ونص ساعة ما تكونش كافية، على أساس أن معظم الانترفيوز هذه معدلها بدها ساعة تقريبا، وبالتالي ممكن ما يديكاش كل المعلومات اللي أنت بتحتاجها. السبب الثالث، policy elites may simply provide official positions which may be more efficiently obtained through policy documents. ممكن هذا ما يعطيكاش إلا المعلومات الرسمية المكتوبة في الورق، وبالتالي لو أنت قريت الورق تأخذ المعلومات اللي أنت أخذتها. عشان هيك قدر الامكان بدك تعمل loosening up للميتنج، يعني بدك ترخي، بدك تحاول تكسب ثقته علشان تقدر تاخذ معلومات غير المعلومات الموجوده في الورق، ولا بتصير على الفاضي انه الانترفيو اللي انت لك اسبوعين ثلاثه بتجري معه. Often it's more reproductive to interview such officials outside the office or outside the office hours. طبعا اذا بتقدر، احنا يمكن عندك مجتمعنا صعب شويه، لانه بقول لك انا بشغلي ما بشغل، تعال في وقت الشغل او شيء زي هيك. انما اذا بتقدر تميل من معارف من شيء، نقعد قاعده هيك شوي نشرب فنجان قهوه، او تفضل عندنا نشرب فنجان قهوه ولا شيء زي هيك، ممكن هذا يد اريحيه لهذول الناس انهم يحكوا معك بشكل اريح وباستفاضه اكثر. Interviewing retired staff from interested organization can yield more direct and analytical perspective. ليش؟ الناس هذول اللي طالعوا مش خايفين، مش حاملين هم لحد، خلاص. انما الناس اللي لسه في البوزيشن تبعهم كل كلمه بدها تطلع منهم بحساب، لانه ممكن يتحاسب عليها.
إنما الناس اللي تقاعدت عارفين خبايا المؤسسة هذه، عارفين خبايا إيش ممكن يوافقوا عليها، إيش ممكن يرفضوها. ليش؟ as these individuals will have had time to reflect and may not fear reprisal. أول حاجة عنده عامل الوقت، مش مشغول، هو قاعد، بالعكس ممكن يتسلى معك، ولما تحاول تخلص يدي لك معلومات بزيادة. And may not feel reprisal، reprisal انتقام أو محاسب، ما حدش راح يحاسبه، ما حدش له عندي، أنا خلصت من عندك، ما لكش سلطة عليا الحين. And may also have more time available to allow them to participate in the interview. كمان وقتهم متاح، لأنه لو وراهم شغلة ولا عامل شغل الدار وشغل المسجد والشغلات، إنما ما فيش شغل رسمي. It is best to approach first those individuals with rich sources of information or power and who are supportive of the proposed policy. دائما دور على الناس اللي لهم بوزيشن كبير، لهم نفوذ كبير، بيمتلكوا معلومات كثيره، خصوصا اذا كانوا هذول معاك مع البوليسي اللي انت بتنظر لها او اللي بتعمل اناليسيز لها. والناس المعوقين، while those who may be hostile، hostile يعني شرسين عنيفين، لانهم خصوصا بيكونوا ضد البوليسي تبعتك، or may block the access to other interviewees، انه ممكن ما يخلوكاش توصل لناس اخرين انت ممكن تقابلهم، حاول تخلي قدر الامكان هذول مقابلتهم في الاخر، لانه هذول ممكن يسدوا نفسك، ممكن يعملوا لك بلوكينج، ممكن يقول لك لا هذا البوليس بتمشي، وهذا يحط لك 100,000 سبب وعائق، ويكون شيء منها صح وشيء منها غلط. بالتالي ممكن ما تستمرش، لا خليهم الناس هذول المعاقين للاخر دائما. في حاجة حنحكي عنها اللي هو applying the policy triangle، اللي هو أحد المودلز اللي بتستخدم في data analysis أو في policy analysis. طبعا هذا يعني خلينا نقرأ الزملاء بعدين نروح نشرحه. Although the policy analysis triangle provides an extremely useful guide، يدور guide واضح إنه أنت تمشي فيه لل policy analysis to make your exploration of health policy issues more systematic، انه تخلي تحليلك ماشي بشكل منظم وبشكل systematic. It is more difficult to apply when you come to writing up your data. الامور لما تصير على ارض الواقع وبدك تكتب بياناتك وتلخيصاتك ونتائجك. ليش؟ Because of the different concepts such as actors and processes are so integrally intertwined. Intertwined يعني متشابكة مع بعض، لانه هو بتكون من اربع نقاط نحكي عليهم الحين. حتلاقي في نقطتين انه الاكتورز الناس المشمولين في البوليسي هذه مع البروسيس، انه الوسيله كيف بدنا نوصل، لانه هم اللي بدهم ينفذوا البوليسي، هم اللي بدهم يدوا الاوكي، هم اللي بدهم يرسموا، هم اللي بدهم يخططوا. وبالتالي يعني الامور هنا بتبقى مرتبطه مع بعض، متشابكه مع بعض، وبالتالي هذا ممكن يعني ما يخليش البوليسي تراي انجل كمثال واضح. ايش هو البوليسي تراي انجل؟ البوليسي تراي انجل بقول لك انه البوليسي اناليسيس كونسيست من اربع اليمنتس مهمه. النقطه الاولى الكونتكست، واي وي نيد ذيس بوليسي، ليش بدنا اياها. الكونتنت، ايش هي البوليسي اللي بدنا نعملها، وات از ذا بوليسي مينلي اباوت، عن ايش بتحكي. The process، كيف بدنا ننفذها، how was the policy brought forward، كيف وصلت للأجندة وكيف بده يتم تنفيذها. And the actors، actors الناس اللي بصير لهم participation in and influences the formation of the policy، الناس the stakeholders، الناس اللي بيقرروا ال policy makers، الناس اللي بيستفيدوا من ال policy. هنا مزيد من التوضيح شوية. Data analysis applying the policy triangle. طبعا انت كبوليسي analyst you need to examine the content of each policy and the factors that promoted or constrained the policy. Context معناها السياق، البيئة العامة عن البوليسي هذه. ايش العوامل اللي خلت البوليسي هذه تطلع في الأجندة وتوصل وتكمل طريقها ويصير في actions إلها؟ أو ايش العوامل اللي حددت من البوليسي هذه انها توصل للاجنده، او اذا وصلت للاجنده انه ما نمشيش في القطب الثانيه، انه خلاص وصلت للاجنده ولقينا هذه لا بدناش اياها.
actors involved in each policy and the factors that enable the policy. الناس المشمولين the stakeholders the policy makers decision makers والعوامل اللي مشت البوليسي زي networks that agreed on priority issues. طبعا هنا احنا قلنا الاكتورز ممكن يصير في networking ممكن يصير في تحالفات بينهم عشان يمشوا يدفعوا باتجاه بوليسي معينة او ممكن انهم يتحالفوا على العكس انهم يعملوا blocking للبوليسي هذه انهم يخلوا البوليسي هذه ما تمشيش. impede يعني يعيق زي lack of technical طبعا هذا ممكن الناس تعيق الكلام هذا او عوامل اخرى. افترضنا احنا بدنا نمشي موضوع في كمبيوتر وما كمبيوتر في مؤسسة معينة لقينا الناس انه ما بتفهمش في الكمبيوتر بدنا لسه نقعد نعلم فيهم او لقينا انه ما فيش موازنة نشتري كمبيوترات جداد. The processes which included بيشمل البروسيس الوسيلة التنفيذية او شيء زي هيك ال communication channels events that intervened to promote or impede the use of the research الظروف اللي ممكن تسمح او العوامل اللي ممكن تسمح انه تخلي البوليسي تمشي وتكمل او انه تعيق تنفيذ البوليسي. يعني لو زينا قلنا الناس بتعرف الكمبيوتر الناس بدها تعليم على الكمبيوتر لقينا في ريزيستنس للكمبيوتر فيش بادجت معينه انه نشتري كمبيوترات فكل هذا عوامل ممكن تعيق تنفيذ بوليسي معينه. contextual factors العوامل المحيطة في البوليسي هذه that enable اللي ممكن تساعد زي stability of the state إذا الوضع السياسي مستقر في الولاية طبعا هذا بيؤدي لاستقرار في البوليسي process في البوليسي making process or constrained research influencing policy أو العوامل اللي ممكن طبعا احنا البوليسي اناليسيس بنعتبره نوع من انواع البحث العوامل اللي ممكن تعيق تنفيذ البوليسي اناليسيس زي السنتراليزيشن اوف باور اند انفورميشن انه كل المعلومات في بيروقراطيه عاليه في المؤسسه هذه والمعلومات المهمه كلها منصبه او في ايد نفرين ثلاثه اربعه في المؤسسه اللي احنا بنحكي عنها. في نوع آخر غير البوليسي تريانجل اللي بنسميه ناراتيف بوليسي أناليسيس. ناراتيف معناها حدوتة يعني بتصير البوليسي أناليسيس زي حدوتة احنا بدينا يوم كذا وعملنا كذا. لا يعني لو انا حكيت مع واحد من تبعين قصة الكورونا هذا والله احنا ما بدينا كذا وصار معنا كذا وصار معنا كذا فصار وانت طبعا كبوليسي أناليسيس ممكن ناراتيف معناها سرد انه تسرد الكلام هذا كأنه حدوتة. So some find it easier to approach analysis like a narrative أو a story with a beginning, middle and end. إحنا بدينا والكورونا صارت هيك وصارت معنا كذا وكذا ولما صار مشينا الكورنتين بوليسي ضل المجتمع كله من غير ولا حالة انتقلت من خلال المجتمع لحد 24/8 مش عارفين إيش اللي صار مش عارفين بعض الناس فلتت من هذا المريضة هذه الغلبانة اللي دبوا فيها المدار أبو نادي راحت على إسرائيل ورجعت بالكورونا ما بلغت شيء. For example, arrange your data and analysis chronologically. Chronologically معناته تسلسل تاريخي تسلسل زمني زي ما حكيت على قصة الكورونا قبل شوية around the policy stages. وبالتالي لما صار في الكلام هذا وانتشر الكلام عملنا منع تجول عملنا بلوك داون بعدين شرخينا وسكرنا الصلاة وسكرنا مش عارف ايش فكله زي حدوته بسيط. You will start with agenda setting انه طب ليش احنا عملنا الكلام هذا من بداية القصة عشان نمنع انه صار في انتشار للفيروس برا البلد فخفنا انه ينقل عنا فبدنا نمنعه طبعا وضحت الهدف. And go on to policy formulation طب اجتمعت تم تشكيل لجنة عني للكورونا وانبثق عنها عدة لجان وكذا فصار في policy formulation policy implementation عملنا كارنتين عملنا منعنا الصلاة منعنا بيوت العزاء وهكذا. And end with an evaluation ظلت الأمور ماشي تمام التمام والحالات شبه معدومة بين المجتمع لحد 24/8 طبعا احنا الايفالويشن بصير في اخر الحدوته كله الحين بعد ما تنتهي قصه الكورونا.
And what happened in this particular policy story? طبعا شوي شوي قصة وحدوتة كأنها حدوتة صارت القصة. وفي بعض الناس بفضلوا أن هذا لأنه يمكن يكون فهم على بعض الناس أسهل. The last part could be an overall discussion of how to understand what happened in this particular issue. طبعا الجزء الأخير بدك تلخص القصة هذه وإيش اللي استفدناه منه وإيش طلعنا إيش طلعنا من القصة باختصار. طيب نيجي للبوليسي اناليتيك بروسيجر. في 5 procedures are applied to a policy analysis. وكلهم تقريبا يعني موجودات عندكم في الجايدلاينز او مرن علينا قبل هيك. Problem structuring, definition تبع البروبلم, problem statement, وين المشكلة. طيب details information about the conditions giving rise to a policy problem. كل واحدة حنحكي سلايد عنهم هذولا ونخلص محاضرتنا اليوم. بالتالي حأمر عليهم سريع. Forecasting or prediction, تنبؤ. Supplies information about the future. طب لو ضلينا هيك ايش ممكن حيحصل؟ طب لو وقفنا؟ طب لو عملنا كذا ايش ممكن حيحصل؟ يعني ال expected outcome. ايش انت بتتوقع من اجراءات لو عملت البوليسي او لو عملت البوليسي لو اتخذت اجراءات معينة هيك ممكن يصير كذا وكذا وكذا. طب لو ما عملتش ولا حاجة ممكن يصير كذا وكذا وكذا. So supplies information about the future consequences of acting on policy alternatives. طبعا انه ما عملش ولا حاجة هذا policy alternative. او اعمل كذا يعني الخطوة الالترناتيف الاول انه ما عملش ولا حاجة. طب ايش بده ينشأ عنه؟ طب لو عملت الالترناتيف الثاني ممكن ينشأ كذا وكذا وكذا. طب لو عملت الالترناتيف الثالث ممكن ينشأ كذا وكذا وكذا. Recommendation أو الوصفة. طب أنا بعد ما في عندي كذا خيار بدي أعطي recommendation أي خيار. طبعا recommendation بدها تروح للبوليسي ميكر. Provides information about the relative value or worth of these future consequences. أنا لو عملت كذا وكذا وكذا بده ينتج عنه كذا. طب هاي عيوبه وهي مميزاته والخيار الثاني هاي مميزاته وهي عيوبه، الخيار الثالث هاي مميزاته وهي عيوبه، وانا الريكومنديشن تبعي استخدم الالترناتيف بي او الالترناتيف سي لانه بقى هي عيوبه وهي ميزاته، عيوبه افضل واقصد ميزاته اكثر من التو الترناتيفز وعيوبه اقل، وبالتالي هذا اللي بننصح فيه. طبعا الخطوه الخامسه اللي هي المونيتورنج ديسكريبشن بتدينا انفورميشن عن البروجرس تبعها تبع البوليس تبعتنا. ديلز انفورميشن اباوت ذا بريزنت اور باست كونسيكونسز اوف اكتنج اون بوليسي الترناتيفز. طبعا الباست اذا كان البوليسي فور اناليسيس اقصد اوف اناليسيس كان ريتروسبكتيف لايش حصل وخلص. Evaluation provides information about the value or worth of these consequences. بدينا ايش التطورات اللي صارت معنا؟ ايش نتج؟ هل حققنا الـ outcomes او وصلنا للاهداف تبعتنا ولا لا؟ خلينا نحكي على السريع عن كل نقطة من الخمس نقط هذول، خمس سلايدات ونخلص ان شاء الله. Problem structuring can supply policy relevant knowledge that it challenges the assumption underlying the definition of the problem reaching the policy making process. باختصار ليش هذه المشكلة صارت مشكلة؟ لأنه احنا قلنا في مشاكل كتير موجودة في البلد، اشمعنى هاي المشكلة بالذات اللي وصلت للأجندة سيتين؟ ايش تأثيرها؟ لو حليناها أو لو عملنا أكشن ايش بدها تحللنا مشاكل في البلد؟ Problem structuring can assist in discovering hidden assumptions. ممكن تخلينا يعني نستكشف بعض الحاجات في assumptions فرضيات مخفية، وبالتالي بدنا نبحث عن كل الفرضيات هذه ونشوف لوين بدنا نوصل. ساعدنا على تشخيص الأسباب للمشكلة هذه. ممكن تخلينا نرسم أهداف محددة mapping possible objectives عشان نحل المشكلة هذه. And synthesizing conflicting views. في بعض التعارضات في وجهات النظر
طبعا احنا لما نحط اهداف معينه من احد اهدافنا بدنا تكون كلها واضحه وبدنا نوصل لها، بتحس انها اذا في اي اختلافات في وجهات النظر او اختلافات او conflicting outcomes، لا بدنا outcomes تكون واضحه. And designing a new policy option بتحدد لنا لما تكون problems واضحه ايش ال alternatives اللي احنا ممكن نمشي فيها عشان ندور حل لهاي المشكله. طبعا اذا المشكله ما تحددتش ما بنضل محلك سر. نيجي للنقطة الثانية اللي هي الفوركاستنج. Can provide policy relevant knowledge about the future states of affairs which are likely to occur as a consequence of adapting alternatives. احنا قلنا بعد هيك بعد ما نحدد المشكلة بدنا نحط احتمال واحد، احتمال اثنين، احتمال ثلاثة، أربعة، قديش في عنا حلول. طبعا ما تنسوش دائما انه احد الحلول اني اخلي الوضع كما هو ما اعملش ولا حاجه. طيب لكل حل من هاي الحلول ايش متوقع يصير، سواء اشي بوزيتيف او اشي نيجاتيف، وبالتالي هذا بيدي فرصه انه اختار ايش الحل الانسب. لما انا طبعا الناس بيكون عندهم خبره اللي بدهم يعملوا فوركاستنج، من اول قصه الكورونا كانوا يقولوا اذا فلتت حاله في البلد حاله الكورونا بتمل البلد، ما حدش كان مصدقه. الحين لما فلتت حاله وبلد البلد الارقام صارت توصل 500 و600 ويمكن 700 واكثر، الامور صارت لو سمعنا الكلام من اول. وبالتالي كل الحلول او الالترناتيفز اللي اندر كونسيدريشن بدنا نشوف نقدر نتنبأ ونتوقع ايش ممكن توصلنا لوين. Forecasting can examine plausible and potential and plausible معناها الإشي العقلاني اللي بالعقل تبعنا، أو potential أو احتمال، أو normatively من normative اللي هو لحظة أشوف إيش معناها normative. normative طلع معناها معياري، يعني أنا بحط معيار بدي أقيس عليه. Estimate the consequences of existing and proposed policies. أنا بدي أشوف المترتبات عن البوليسي اللي أنا ماشي عليها، إذا بدي أخلي الحل كما هو عليه أو الوضع كما هو عليه، أو اللي بده ينشأ من البوليسيز اللي أنا عارضها أو اللي أنا بطالب فيها. Specify probable future constraints. بدي تحدد لي إيش الحاجات المعيقات، constraints أنا معناها معيقات، on the achievement of objective اللي ممكن تعيقني من إني أوصل للهدف تبعي، and estimate the potential feasibility، هل في إمكانية يعني إمكانية لتنفيذ الإشي، سواء support سواء كانت إشي political support من الناس أو المعارضة من الناس المسؤولين في البوليسي، أو ممكن تكون إشي اقتصادي أو إمكانيات مادية. بالنسبة لل recommendation yields policy relevant knowledge about the benefits and costs of alternatives. طبعا أنا هنا قلنا في عنا ثلاث أو أربع أو أكثر أو أقل alternatives. أنا في الأول وفي الآخر هذا الهدف من ال policy analysis، إنه أنا بدي أنصح يتبنى المشروع أو الخيار ألف أو يتبنى الخيار باء. طبعا الخيار ألف أو الخيار باء قلنا ما بده يكون بس لأني بحبه شكله ظريف ولا شكله حلو مهضوم، لا، لأنه هذا ميزات واحد اثنين ثلاثة أكثر من غيره، عيوب واحد اثنين أقل من غيره. The future consequences of which have been estimated through forecasting. يعني بدنا نشوف إيش الحاجات اللي احنا متوقعينها تصير لو تبنينا القرار هذا. Thus aiding policy makers in the policy adoption phases. طبعا البوليسي ميكرز لما يشوف انه هذا الأفضلية له يساعده انه يتبناه، زي ما الطبيب لما بده يجي يكتب انتيبيوتكس وعنده انتيبيوتك ألف وباء وجيم، كل واحد له ميزات وعيوبه بده يختار هذا. طبعا ممكن او طلعت كلتشر بتقول لك مثلا الروسيفين هو افضل علاج للبكتيريا هذه، طب اذا المريض معهوش حق الروسيفين ممكن اخذ كيفليكس اذا بمشي الحال. طبعا الفرق في السعر، طبعا السعر ممكن يكون انه عامل رئيسي في الريكومنديشن، يعني ممكن يجي البوليسي اناليست يقول لك والله هذا بجيب نتيجه بنسبه 95% ولكن الالترناتيف الثاني بيجيب نتيجه 90%،
بس الفرق في السعر بينهم شاسع، وبالتالي أنا بأنصح بالخيار بي، مع أنه خيار ألف من ناحية النتائج أفضل، لا بنصح بخيار بي لأنه هذا بيوفر علي فلوس وبخليني أوصل لناس أكثر بما أنه تكلفته أقل. Recommendation helps to estimate levels of risk and uncertainty. تخلينا أتوقع إيش الريسك اللي ممكن أن أقابلها وأتغلب عليها. Uncertainty عدم التيقن أو الضبابية في الموضوع. And identify externalities إذا في عوامل خارجية أو spillovers أو أي عوائق أخرى. Specify criteria for making choices اللي ممكن تساعدني على اتخاذ قرار. يعني لو افترضنا أنا عندي القرار ألف بس هو أفضل حاجة، بس هذا لأنه في حاجة بدي أجيبها من إسرائيل وإسرائيل مش ما بتسمحش فيها، وبالتالي لا أنا خليه على جنب، هذا خليه في اللي بنقدر عليه. طب بدنا نجيبه من مصر، مصر بنقدر مش سامحة في الموضوع، بدنا نجيبه من الأنفاق، الأنفاق سكر. And assign administrative responsibility for implementing policies. برضو أنا في recommendation بدنا نجيب المؤسسة أو بدنا نجيب مين كل واحد يعمل جزئية معينة في البوليسي. نيجي للنقطة اللي قبل الأخيرة، المونيتورينج. Monitoring provides policy relevant knowledge about كيف ماشي الأمور، the consequences of previously adopted policies. احنا لما بنينا بوليسي معينة كيف الأمور ماشية سواء سلبا أو إيجابا. طبعا هنا هي جزء من الإيفالويشن، يعني تقدر تدمجها مع الإيفالويشن، لأنه هنا في المونيتورينج أنا بقدر إيش أعمل، بقدر أعمل مانيبيليشن، بقدر أعمل شوية تغيير في الإمبلمنتيشن، أو ممكن يرجعني بالمناسبة على الخطوة الأولى في الأجندة سيتنج، أدرس أنه ليش أنا ما وصلتش للهدف تبعي، أو ليش الأمور مش ماشية كما يجب. هل لأنه في خلل في نقطة معينة، أو في أنا فهمت البروبلم بشكل مش صحيح، والله إيش. Thus assisting policymakers in the policy implementation phase. Monitoring helps assist the degree of compliance اللي هو الالتزام في البوليسي and discover unintended consequences. احنا قلنا كل بوليسي فيها لها سلبيات، فيها لها side effects، فممكن تظهر عندنا في المونيتورينج انه في حاجات مش مطلوبة ظهرت معنا، او في حاجات مش محببة للبوليسي هذه ظهرت معنا، سواء بوليسي او بروجرام. And identifying implementational obstacles. إذا في مشاكل عاقة التنفيذ هنا ممكن تبين معي، ممكن أبدأ أدورها حل من أول جديد. And constraints عوائق. And locate sources of responsibility for departure from policy. Departure from policy يعني خلتني أحيد وأبعد عن الهدف تبعي اللي أنا بدي أوصل له في البوليسي. فإذا في عوامل إعاقة الموضوع هذا، لا بدي أحاول أفككها وأحللها وأشوف لها حلول. النقطة الأخيرة اللي هو الإيفاليويشن. باختصار أنا بدي أشوف وصلت للهدف تبعي ولا لا. تنسوش إنه الإيفاليويشن هو عبارة عن continuous process، بتبدأ من أول البروسيس، من البداية خالص. وبالتالي عشان هيك أنا قلت إنه المونيتورينج ممكن ندمجه مع الإيفاليويشن. والتالي إيفاليويشن yields policy relevant knowledge about discrepancies between expected and actual policy performance. هل اللي أنا بعمله زي المخطط له؟ هل وصلني للهدف اللي أنا بدي أحققه ولا لا؟ Thus assisting policymakers continuing or terminating a policy. وبالتالي إذا أنا وصلت للهدف تبعي بأستمر في البوليسي، إنما إذا ما استمريتش ممكن أعمل تغيير في البوليسي، أو ممكن أغير أو أنهي البوليسي خالص. Evaluation not only result in conclusions about the extent to which problems have been alleviated، مش بس بديني إنه أنا حليت المشكلة بنسبة 100%، بنسبة 60-70%، but also may contribute to the clarification and the critique of values driving a policy. ممكن يخليني أفكر وأطلع أو أستنتج أو أستخلص عبر زي ما بنقوله، لأنه حتى إذا الأمور كلها مشت في البوليسي هذه، هذا ممكن أنا أستخدمه في بوليسي تانية، أو في مرة تانية في الهيستوري لما بدي أرجع إذا انتهت البوليسي هذه وبدي أرجع لبروجرامز من أول جديد، أو والله العوامل اللي ساعدتنا نجحتنا، شفنا مخاطر البلد، شفنا مش عارف إيش المؤسسة اللي فلانية ساعدتنا، فكل هذا بيخليك
تستمر أو تعمل adjustment, aid in the adjustment or reformation of policies, أو أنك إذا في بعض العوائق أو بعض الحاجات اللي ممكن تخلي بعض التغييرات في الأهداف أو في الـ policy implementation process أو حتى في الـ policy alternatives, إنه لا الخيار ألف ما مشيش معي تعال للخيار باء, and establish a basis for restructuring problems, ممكن خلينا نعيد النظر في المشكلة كلها من الأصل والـ alternatives اللي حققناها أو حكينا عنها في الأصل. نوقف هنا إن شاء الله, خلصنا, استودعكم الله وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم.